بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غمرة احتفالات وطننا العزيز عمان وأبنائه الأوفياء بحلول 11 من يناير الميمون ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، باعثاً لعمان نهضتها المتجددة وسائراً بشعبه وأمته على ركائب العمل والمشاركة إلى مصاف الدول المتقدمة. في هذه المناسبة الغراء نقف لنعلن الإطلاق الرسمي لمنصة عين الإعلامية الإلكترونية، مواكبين على نحو متقدم ملامح التحول الرقمي الذي وضعت أسسه وأهدافه رؤية عمان 2040، انطلاقاً من إيماننا العميق بحتمية مواكبة ما يستجد اليوم في عالم تقنية المعلومات والاتصالات. إن منصة عين التي تحتفي وزارة الإعلام اليوم بتدشينها تشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات الإعلامية الإلكترونية الحديثة التي تتسم بالفعالية والكفاءة، وتقوم كمصدر رسمي موثوق للمحتوى الإعلامي والنشر الإلكتروني بتعزيز الحضور العماني في مختلف الوسائط الإلكترونية وإبراز المنجزات الوطنية التي يعد المواطن صانعها وأداتها وهدفها، والاعتزاز بالهوية العمانية والتفاعل مع المجتمع وخاصة الشباب وتطلعاتهم، وتوفير بيئة اتصالية قائمة على المصداقية والمسؤولية ضمن ثوابت ومرتكزات السياسة العمانية المعلومة. أيها الإخوة والأخوات، لقد حظي البث التجريبي لمنصة عين بإقبال واسع وتفاعل إيجابي كبير، وأحد شواهد ذلك أن وصل حجم المشاهدات إلى أكثر من 4,700,000 مشاهدة من نحو 170 دولة. ولعل أهم ما يميزها أنها توفر خدمة تصفح المحتوى الإعلامي الضخم القديم والحديث لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، إلى جانب المحتوى الحصري الخاص بالمنصة ومشاركات صناع المحتوى من الشباب العماني المبدع، بهدف إرساء بيئة رقمية تفاعلية تقدم خدمات إعلامية إلكترونية رائدة ضمن منظومة إعلامية متكاملة. وقد وجهنا القائمين عليها الذين نغتنم هذه الفرصة لنتقدم لهم بالشكر والتهنئة على هذه الجهود أن يعملوا على تطويرها باستمرار في ضوء التغذية الراجعة والانطباعات الآتية حول خدماتها ومساراتها التفاعلية الرحبة. وغايتنا الأساسية أن تكون هذه المنصة وتبقى دائماً العين التي يبصر بها المستخدمون داخل الوطن العزيز عمان وخارجه كل نقاء وصفاء في المعلومة والخبر والصورة التي تصلهم عبرها، ولتصبح مصدراً أساسياً ومهماً وتفاعلياً صانعاً للفرق في خضم العلاقة المتسارعة مع المتصفحين في ميادين الإعلام الجديد. وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العظيم وأبنائه الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.